سوف نسرد لكم في هذا الفيديو قصة غريبة جداً من موقع تيك توك، حيث يدعي شخص ما يسمى خفير أنه الناجي الوحيد على الأرض بعد استيقاظه من غيبوبة في المستشفى في مدينة فالنسيا الإسبانية في العام 2027. تعالوا معنا نكشف سر هذا الرجل وما هو سر الفيديوهات التي ينشرها. هذه قصة أغرب حساب يظهر حتى الآن على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك. الحساب يرجع لشخص يدعى خفير، وقد كتب تعريفاً بنفسه في الوصف الخاص بحسابه قائلاً: اسمي خفير وأنا وحدي في العالم الناجي الوحيد. في أول فيديو ينشره في فبراير من العام الجاري، كان يصور نفسه وهو يسير في الشوارع بمفرده ولا أحد حوله، وكتب تعليقاً على الفيديو: اليوم هو 13 من فبراير من عام 2027 وأنا وحدي في مدينة فالنسيا، لا أحد في الشوارع ولا أحد في المراكز التجارية، لا أحد على الشواطئ ولا القوارب. يدعي هذا الشخص أنه استيقظ في المستشفى فاقداً للذاكرة ولا يدري ما الذي حدث له، ولكنه لاحظ أيضاً أن المستشفى خالية تماماً من الناس، بلا مرضى ولا تمريض ولا أطباء. وحينما خرج من المستشفى للتحقق من الأمر، لاحظ أن الشوارع خالية وأن السيارات لا تتحرك أبداً. حينما قام برفع هذه الفيديوهات، حققت نسب مشاهدة خيالية في أيام قليلة. بعض المتشككين فسروا الفيديوهات بأنها تم تصويرها خلال فترة الحظر، ولكن الأمر تطور بنشره المزيد من الفيديوهات التي أصابت الكثيرين بالرعب من خلوها من الناس، فبدأ البعض يتحدى خفير بالذهاب إلى أماكن معروفة ومزدحمة ويقوم بتصوير نفسه من هناك. فقام خفير بتنفيذ تحدياتهم لمجرد أن يثبت لهم أن الفيديوهات ليست قديمة، وتطور الأمر إلى أن قامت إحدى القنوات التلفزيونية بوضعه أمام تحدي أكبر، وهنا كانت المفاجأة التي سنخبركم عنها لاحقاً. أول تحد لخفير كان بالذهاب إلى نفس المستشفى التي استيقظ فيها، وهنا كانت المفاجأة الصادمة لجميع المتابعين، حيث صور لهم خفير المستشفى بلا استقبال ولا ممرضات ولا أطباء ولا مرضى، مما جعل البعض يتأكد أنه حتى خلال فترة الحظر لم تكن المستشفيات خالية بهذا الشكل. ومما زاد الأمر غرابة أنه قام بتصوير الأجهزة الإلكترونية التي كان التاريخ فيها فبراير 2027، ومما يزيد في دهشة المتابعين أن كل الأوراق في المستشفى كانت بتاريخ عام 2021 الجاري. فسر البعض ذلك أنه ربما يكون هناك عالم موازي انتقل فيه هذا الشخص ليعيش بين زمنين مختلفين. أحد المتابعين وضعه أمام تحدي آخر، هو أن يسأل جهاز أليكسا الشبيه بجهاز سيري المساعد الإلكتروني المقدم لأجهزة آيفون، وجهاز أليكسا مرتبط بالإنترنت عالمياً وكل إجاباته يأخذها من الشبكة العنكبوتية التي لا مجال للخطأ أو التعديل فيها. فقام خفير بسؤال الجهاز عن تاريخ اليوم، وجاء جواب الجهاز مفاجئاً، حيث أخبره أنه يعيش في 21 من مارس من عام 2027. زادت التحديات أكثر، وطلب منه المتابعين الذهاب إلى أماكن مزدحمة، خصوصاً أن مدينة فالنسيا وحدها يسكنها مليوني شخص، فمن الصعب عليهم تخيل أن تكون وحدك في شوارع هذه المدينة دون أن تقابل أحداً، إلا أن خفير كان يقبل التحديات ويذهب لهذه الأماكن التي لم يكن فيها شخص آخر سواه. كما ذهب خفير إلى الأماكن التاريخية القديمة مثل الكنائس المعروفة بحراستها المشددة، ولكنه كان يدخلها بكل سهولة وبدون أن يوقفه أحد أو أن يرى أحداً فيها. أحد التحديات الأخرى كان ذهابه إلى المطار، الذي صور خفير فيديو له وكل قاعاته الفارغة بلا أمن ولا حراسة، ولاحظ وجود رحلات مجدولة لأشخاص لن يقوموا بهذه الرحلات أبداً. تطورت التحديات إلى ذهابه إلى القصر الإسباني في فالنسيا مقابل 500,000 دولار، فذهب خفير وصور القصر الرئاسي المعروف بحراسته الكثيفة لأنه تابع للمملكة الإسبانية، كما قام بزيارة المتحف الذي لم يكن فيه شخص آخر سواه.
أكثر التعليقات من المتابعين كانت تتهمه بتعديل الفيديوهات بالمونتاج، فقام خافير بزيارة مكان مشهور ومزدحم وقام بتصوير انعكاس نفسه على المباني هناك ليظهر للناس أن حتى المنطقة خلف الكاميرا خالية تماماً من البشر. بعض التعليقات الأخرى فسرت ذلك أنه يقوم بالتصوير في الساعات الأولى من الصباح الباكر حيث لا يوجد الكثيرين في الشوارع، فقام خافير بزيارة ميدان في مدينة مدريد مزدحم للغاية، وقام بتثبيت كاميرا الهاتف الخاص به على الساعة الموجودة في الميدان والتي كانت تشير إلى أن الوقت هو 6:45. أحد المتابعين طلب منه الذهاب إلى ملعب نادي فالنسيا الإسباني، فدخل خافير بسهولة وصور غرف تبديل الملابس الخاصة باللاعبين. طلب منه تحدي آخر أن يقوم بزيارة حديقة الحيوانات، فكانت المفاجأة أن خافير كان هناك وحده بدون بشر أو حتى حيوانات. قرر خافير أن يقلب الأمور، فقام هو بتحدي المتابعين وقام بوضع ميداليات وسلاسل، وكان يصور فيديوهات ليخبرهم بالمكان الذي وضع فيه هذه الميداليات ويتحدى المتابعين بأن يذهبوا إلى هناك ويصوروا أنفسهم وهم يحصلون عليها. وكان المتابعين يذهبون فعلاً إلى تلك الأماكن التي يجدونها مزدحمة للغاية وليست خالية كما صورها خافير في فيديوهاته. أحد القنوات التلفزيونية قامت بوضع تحدي هو الأكثر رعباً بين كل هذه التحديات، حيث قاموا بوضع كتاب ما في زاوية من الأستوديو الخاص بهم وتحدوا خافير بالحصول عليه، فقبل خافير التحدي وذهب إلى الأستوديو وصوره وهو فارغ تماماً وأخذ الكتاب. وحينما قامت هذه المحطة التلفزيونية بإعادة شريط كاميرات المراقبة وجدوا أنه في نفس التوقيت ظهر خيال غامض وشفاف تحرك داخل الأستوديو. لا يزال حساب هذا الشخص فعالاً على منصة تيك توك، ولا يزال يصور فيديوهاته المرعبة الخالية من البشر، كما سافر إلى أماكن من الصعب على الشخص العادي أن يزورها، وحصل على وثائق سرية ومهمة، وهو أمر مستحيل أن يقوم أي شخص بالحصول عليه، حتى لو أن هناك سر خفي سوف يظهر في المستقبل حول هذا الشخص الغامض والمثير، إلا أنه يجعل متابعيه يعيشون مغامرة فريدة من نوعها.